كنت من ان شاء الله نشتغل قانوني لحقاش ميمكنش لينا نشتغل دو جنبير هو حافل بالمجموعة من الأحداث دار ارتباط المجال الحقوقي. التالي دو جنبير من كل سنة يحتفل العالم بالمعاق في إطار مواكبة الجامعة حسن تاني الدار البيضاء عبر كلية علوم قانون القضايا الاجتماعية. لهذه الأحداث فكرنا في تنظيم المنتدى الحقوقي الجامعي الأول. النسخة الأولى تحمل عنوان التراب والقيم والتراب الحقوقي، اعلنت تتلوها يعني منتديات اخرى بصيغه وبصيغ مختلفه. اليوم اول تجربه كانت من خلال يعني تجربه عمليه على الارض الواقع، حاول من خلالها الطلبه الباحثين في ماستر اداره مؤسسه العمل الاجتماعي وطلبه ماستر طلبه اجازه تميز القانون الحمايه الاجتماعي مواكبه ومرافقه الطلبه المكفوفين في الامتحانات. نعرف جيدا ان هؤلاء الطلبه لهم يعني مجموعه من التحديات ومجموعه من الصعوبات على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى النفسي، ويحتاجون اي نوع من المواكبه ونوع من الدعم والمساعده الاجتماعيه. التجربه التي خضناها اليوم كطلبه طلبة التكوين العمل الاجتماعي هي تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجامعة المغربية، تؤسس لمسألة ثقافة الاعتراف، ثقافة الممارسة الفضلة، وكذلك تؤسس كذلك لما يسمى بالتقائية السياسات العمومية، التقائية بين السياسة العمومية لوزارة التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، وكذلك وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. بدأنا اليوم المحاضرة قدم ممثل وزارة الإدماج والتضامن والأسرة الاجتماعي والأسرة حول يعني حقوق يعني أصحاب الإعاقة. والآن ننتقل إلى فضاء العيادة القانون للحديث أو للاشتغال على ورشة متعلقة بالترافع حول موضوع ذوي الإعاقة. أعلنتها يوم غد ندوة أخرى متعلقة بتطور مصلحة حقوق الإنسان بالمغرب، يقدم الأستاذ علي كريمي متخصص في مجال حقوق الإنسان، وتلو كذلك يعني الترافع حول مجموع القضايا ذات الارتباط بالطفل والمساواة والتمييز ضد المرأة. الانفتاح ديال الجامعة المغربية على الأشخاص في وضعية إعاقة، وهذه المناسبة ديال الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل هذه المبادرات هي اللي يمكن تنمي الوعي بدور البحث الأكاديمي ودور يعني المؤسسات اللي كتشتغل في المجال العلمي والمعرفي أنها تاخذ بعين الاعتبار الحاجيات ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه باختلاف الوضعيات ديالهم، وتخلي المحيط والبيئه ديال التدريس وديال التعليم ميسره وشامله الدمج. ولحسن الحظ ان هذه البادره هذه اللي قدمت عليها كليه العلوم القانونيه والاجتماعيه والاقتصاديه جات في واحد الاطار وفي واحد السياق اللي البلاد ديالنا الحمد لله كتعرف واحد الديناميه يعني مشهود لها، لا على مستوى التشريعات والقوانين ولا على مستوى يعني دعم الجمعيات الشركه وغيرها. وما استراتيجيات الوزاره اليوم في انتقائيه التدخلات سواء المؤسسات العموميه او تدخلات الفاعلين المدنيين اللي عندهم واحد الدور كبير في الترافع والمناصره في هذه القضايا هذه، اليوم الحمد لله ولينا كنشوفوا هاد الحويجات اللي كانت شحال هذه مخفيه وما كتبانش، ولينا كنشوفوا بانها بدات كتبان على سطح الاهتمام وكتستجب يعني المطلب المجتمعي والمؤسساتي لهاد الفئه هذه. ونتمنوا التوفيق والمسار المتميز لكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه.